الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية من سورة يونس يستدل بها الجهل من عباد القبور وأصحاب المصالح للاحتفال بالمولد النبوي، والاستدلال بهذه الآية باطل من أوجه كثيرة جدا. أولا، معنى هذه الآية قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، قال: ولقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته في الآية المقصود بها الإسلام والسنة. يعني قل بفضل الله، يعني بالإسلام وهذه السنة المطهرة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي ليفرح المسلم بهذا الدين العظيم الإسلامي، ويفرح المسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ده تفسير السلف. الصوفية قالوا: قل بفضل الله وبرحمته، المقصود محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة يونس قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا: ما دام ربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وقال يفرح بهذه الرحمة، قالوا إذن نحن نحتفل بالمولد، عشان المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة، وإحنا بنحتفل بالرحمة دي. طبعا ده استدلال غريب جدا. ليه غريب؟ لأنه الآيتين الاثنين، آية سورة يونس وآية سورة الأنبياء، الاثنين نزلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفهم الناس وأعقل الناس وأحرص الناس على دين الناس، ومع ذا ما احتفل. طيب نقول يا صوفية، هل أنتم أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ تفهم القرآن أحسن منه؟ هل أنتوا أفهم منه بلغة العرب؟ لما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هل أنتم أفهم للغة القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا. طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هو أفهم منكم ومننا ومن جميع الناس، وهو أدرى بما يقول المولى سبحانه وتعالى، طيب ما احتفل؟ وانتم معترفين انه ما احتفل، لأنه لا لو جبت أي صوفي في أي خيمة من خيام الأرض كلها، في السودان، في مصر، في بوركينا فاسو، في أي خيمة، ما يقدر صوفي يقول لك الاحتفال بتاعنا ده عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيقدر، بيقول لك النبي ما عمله. طيب انتوا جبتوا من وين؟ الآية دي تفسيرها ده غلط. بعدين هل الآية قالت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا في ربيع الأول؟ انت بتفرح في ربيع الأول يا صوفي، انت بتفرح 12 ربيع الأول، هل الآية قالت افرحوا
في 12 ربيع الأول؟ ده سؤال برضو، عشان انت ما تفسر لنا الآية بمزاجك. زد على ذلك قول سلمنا جدلا يا صوفي إنه الآية بتقول أفرحوا في ربيع الأول، سلمنا جدلا، وإنه ما في آية زي دي، لكن قول فيه ما هو شكل الاحتفال والفرح ده شكله كيف؟ هل نفرح بحلاوة سمسمية وفولية ومدمس وكده؟ هل نفرح نعمل خيمات ونجيب نوبات ندق النوبات؟ هل نفرح نجيب النسوان والرجال مع بعض في محل واحد ويرقصوا؟ ده الفرح. الفرح شكله كيف؟ لأنه نحن عندنا العبادات، أي عبادة من العبادات توقيفية، يعني ما بنعمل العبادة إلا على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانت ما عندك لنا أي دليل إنه الشيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يبقى ده الوجه الرابع من الأوجه اللي بتبطل استدلالك يا صوفي بهذه الآية. وعليه أقول باختصار المستفيد من احتفالات المولد ثلاثة أصناف من البشر. الصنف الأول من المستفيدين مبتدعة ورواج ومروجين بتاعين شرك، ده نمرة واحد. الصنف الثاني من المستفيدين تجار وأصحاب أموال، ده نمرة اثنين. الصنف الثالث من المستفيدين سيئو الأخلاق وعديمو الشرف والعرض، ده نمرة ثلاثة. شوف أسحة المولد دي من أول لآخر، أي زول جوا واحد من الثلاثة ديل. يا زول مبتدع جاي ينصر البدعة بتاعته، ختمي جاي للختمية المعاو، تجاني جاي للتجانية، دسوقي جاي للدسوقية اللي قاعدين جوا، عنده حاجتين جوا دار يشتغلن، واحد بدعة بتاعته وشرك وتقديس للشيوخ بتاعينه، أو تلقى الجاي داخل جوا ده لا عنده شغلة بالختمية ولا بالبرهانية، ده زول تاجر السوق بتاعه جاه بيكون قفل المحل بتاعه، تلقى له يا مادي واحدين شغالين بيبيعوا ملابس، واحدين بيبيعوا عدة دلاليات، بيكونوا لافين. أول ما المولد يقرب بيقول لك يا مولانا الأيام دي ما أيام بتاعت تبيع لك كورة ولا كافتيرا، دي ما أيام كافتيرا، دي أيام تمشي تشتغل هناك تبيع حلاوة، لأنه دارين يلقطوا قروش ديل. ديل دارين ياكلوا بحساب الدين، وديل ذاته ناس خسيسين ورمم. انت لماذا تاكل بالحرام؟ ليه تاكل بالحرام؟ تاكل تأيد البدعة وتأيد الضلال، ده برضو ما بجوز، واكله حرام. بالمناسبة اي تاجر يفتح محل لبيع حلاوة المولد او لبيع الاشكال او لبيع الاعلام بتاعت المولد، كله ده حرام ورزقه حرام وده مال سحت، ما بيجوز. لا تاكل منه، لا تشتري منه، فهمت؟ ولا تقول لي يا مولانا ايام الاحتفال انتهت، انا بخلي لما ننتهي وحلمت المولد دي عندي معاه مزاد خاص كده، بس بجا بعدين بلقاه بايره ذاته ببيعوا لي رخيصه باكلها، ما بيجوز. ما بيجوز، لانه ده كله من التعاون على الاثم والعدوان. ولا يجوز اطلاقا تاكل منها ولا سكرايه واحده ولا فوله مدمسه وقعت منها، ما بتجوز تاكلها، عرفتها؟ لانه ده من التعاون على الاسم والعدوان. ما تشتري منه ولا تاكل عشان البضاعه دي تبور له كلها، البلح السمسميه تبور، فوليه تبور، عشان تاني ما يجي يفتح هنا يمشي يرجع للكفاتير بتاعته. بيع كافتيرا يا اخي، كافتيرا ما ترقع في راسك ده، امشي استرزق بالحلال. انت تجد ايد الباطل وتأيد المنكر باسم الدين وباسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بريء منكم وبريء من كل اللي بتعملوه ده، كله بريء منه، لانه لو كان هذا دينا، شوف احتفال ده وحلاوتهم والنوبات، لو كانت دينا لما سبق اليها هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سبقوا على الصحابة. صحابة ديل بيتسابقوا في أدنى الأمور من دين الإسلام، أدنى شيء كان الصحابة بيتسابقوا عليه. جاء الصحابة الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور،
قال له الناس اللي عندهم قروش سبقونا، قالوا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، قال ويتصدقون بفضول أموالهم. بيصلوا معانا بالجامع زينا، الصلاة دارون، الصيام دارون، سوا بنصلي كلنا بنصوم، لكن قالوا ديل الأغنياء عندهم قروش بيتصدقوا وبينفقوا، نحن دايرين برضو نتصدق ودايرين حاجة تعوضنا. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة حسنة وكل تحميدة حسنة، أو في رواية أخرى قال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، قال تدركون من سبقكم ولا يسبقكم أحد إلا من عمل مثل عملكم، إلا زول اشتغل زيكم. ماشوا جو راجعين تاني، قالوا يا رسول الله سمع أهل الدثور أهل الأموال بما نعمل فعملوا بمثل ما نعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ها طيب سألون شنو تاني؟ صحابة بالسابقوا على أدنى عمل صالح من الأعمال، السابقوا عليه دارين يفوزوا بالجنة. معقول يفوتن المولد والنجارة كلها دي تفوتن؟ بعدين لو كان المولد ده فيه أجر مع الحلاوة بتاعته دي، حلاوة في ذول بقلبه الرقيص، من في ناس في ذول بقلبه يتفنس، ما عادي ممكن ترقص ما بقلبك. لو كان في أجر ده في ذول بصبقك فيه رقيص ومعك منات كمان وكلت حلاوة وفي فتة بسووا لك بيطبحوا ناقة عديل يعني شبعان فتة وضربت معاه حلاوة والدلوكة قاعدة والنسوان واقفات، بترقص ولا بترقص؟ هل بيسبقك في الرقص ثاني منه؟ لكن مو دين، ما دين ولا في أجر. طيب أي عبادة من العبادات إحنا بنعرف بترتب على ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب البرقص في المولد عنده شنو؟ أجر شنو؟ الرقصة بكم؟ حسنة. وبعدوها بالرقصة ولا بالنقزة ولا بدقة الدلوك بشنو؟ بيحسبوها كيف؟ ده عمل صالح؟ ولا يقدمه؟ وبالتالي أنت عرفت تماما إنه المستفيد من المولد نمرة واحد مبتدعة صوفية، ده المستفيدين الأول، ده يروج لشيوخهم، دارين يكبروا الطريقة، دارين يجيبوا حيران جداد، دارين يتعبدوا بالبدعة بتاعتهم. المستفيد الثاني بتاعنا القروش، المستفيد الأخير صعاليق لا شغالين بيديل ولا بيديل، ديل جايين للنسوان. عموما الكلام يطول، إن شاء الله نفصل فيه والحلقة القادمة، وبالله التوفيق.